بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله المحاضرة السادسة. المحاضرة الخامسة كنا اتكلمنا فيها، انتهينا فيها العقود الهندسية، اتكلمنا على تصنيف العقود الهندسية بأنواعها المختلفة، واتكلمنا على من وجهة نظر المالك، من وجهة نظر المقاول، اتكلمنا على كمان سريعا كده على تصنيف للطرق المحاسبة، وبعدين اتكلمنا على تقسيمات نطاق الأعمال، تقسيمات حسب نطاق الأعمال، عقود تخصصية، عقود تصميمية وإشراف وهكذا. وبعدين في الآخر ابتدينا نتكلم على أنواع عقود الحصول على خدمة، كانوا ثلاثة: عقد وكالة، عقد عمل، عقد مقاولة. وبعدين ابتدينا بقى نتكلم على عقد المقاولة اللي هو يبقى بين أطراف اللي هو المالك والمقاول نفسه، واتكلمنا على تعريف عقد المقاولة، واتكلمنا على خصائص عقد المقاولة، وبعدين في الآخر خالص اتكلمنا على أركان عقد المقاولة، وقلنا أركان بتاعته زي أركان أي عقد اللي هم الرضا والمحل والسبب. وبرضو الرضا دوت برضو بعيوبه اللي هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال، لو مش على حضرتك بس لازم تعرف ان هو العيوب، عيوب الإرادة ديت ممكن تبقى موجودة في اي عقد. وبعدين اتكلمنا كمان عن المحل والسبب بالنسبة لإيه لعقد المقاول. النهاردة بقى ان شاء الله هنتكلم على حاجة جديدة اللي هي ازاي نحدد الأجر، أجر العمل في عقد المقاول. كويس، تتلخص طرق تحديد الأجر في كذا طريقة. أول طريقة بيبقى تحديد بواسطة المتعاقدين، يعني إما الاتفاق على تحديد المتعاقدين، اتفقوا مع بعض على تحديد الأجر هيكون إزاي، وإما إن هم اختلفوا يبقى اضطروا يروحوا للقضاء. أوكي، فتحديد بواسطة المتعاقدين بينقسم لنوعين أساسيين، أحدهم مبنية على الثمن وأخرى مبنية على التكلفة. الطريقة الأولى اللي هي العقود المبنية على الثمن، ديت نوعين بنحدد الأجر على أساس الوحدة اللي هو اليونت برايس كونتراكت، تتم المحاسبه على اساس الكميات المنفذه فعليا والفئات اللي هم المتفق عليها بين طرفي العقد اللي هم المقاول ورب العمل لكل بند من بنود المقايسه المعده بواسطه المالك. المالك بيعمل مقايسه وبعدين يديها للمقاولين عشان كل واحد يحط السعر اللي هو شايفه مناسب وهو هيقبله. في الحاله دي في الاخر خالص بعد انتهاء المشروع بيتم حساب الكميات المنفذه ويضربها في الفئات اللي المقاول حطها ووافق عليها رب العمل، يطلع الثمن بتاعه كام. تحديد الاجر على اساس سعر اجمالي بقى معناها ان هو بنسميه سعر المقطوعيه او اللام سام كونتراكت، اللي هو هنتفق على ان المشروع ده كله كده بكل تفاصيله اللي هيتم تنفيذها طبقا للرسومات المقدمه من المالك، كل التفاصيل اللي فيها، ودي بتبقى شامله بقى كمان التكلفه والربح بالكامل، هيبقى مبلغ مقداره كذا بنسميه اللي هو المقطوعيه. كويس، النوع الثاني بقى اللي هو النوع المبني على التكلفه، وده برضه نوعين اخرين، مما تحديد الاجر على اساس التكلفه الفعليه مع هامش ربح بنسميه كوست بلس، كوست اللي هو التكلفه والبلس اللي هو المقاول هياخده علشان شغله وربحه وهكذا. كويس، ولذلك بنسميه بلس، بنسميه هامش الربح، وده الحقيقه اللي بيتفق بين المقاول وبين المالك على ان التكلفه الفعليه، التكلفه الفعليه هيدفعها رب العمل، وكمان في هامش ربح هياخده المقاول، والمقاول هو اللي بيحدده، وطبعا في الاخر خالص المفروض طبعا رب العمل بيوافق عليه او بيتفاوضوا على حسب الحاله نفسها. يبقى اذا المحاسبه هنا هتكون على التكلفه الفعليه لكل بند او مجموعه بنود على حده مضاف اليها هامش ربح متفق عليه بين صاحب العمل وبين المقاول، وطبعا ممكن هامش الربح دوت يختلف من بند لاخر في الايه، في الاعمال اللي هتنافس. النوع الثاني اللي هو التكلفه المستهدفه، بيتفق الطرفان على ان تكلفه المشروع المستهدفه هي كذا، وعاده ما يكون التعاقد بطريقه التكلفه هامش ربح على الاقل تزيد التكلفه عن التكلفه، تكلفه المشروع ما تزيدش عن التكلفه المستهدفه. اوكي، طبعا بيبقى في انسنتيف للمقاول ان هو لو قلل التكلفه بتاعته يبقى له انسنتيف بياخد جزء منها، لكن لو زادت عنها بيتحمل جزء من التكلفه زايده عن التكلفه المستهدفه. اذا ما اتفقوش الاطراف بقى، قام خلاف بينهم الحقيقه بسبب ان جد بند من البنود مش عارفين يحددوه عشان يتحاسبوا عليه، بيضطروا بقى يروحوا للقاضي، والقاضي هو اللي بيبتدي يحدد الاجر دوت اعتمادا على طبيعه الاعمال نفسها. وبتحدد الكلام ده طبعا الماده 659، بيبص بقى القاضي على طبيعه العمل، كميه العمل قد ايه، مورد التنفيذ بتاعتها قد ايه، مكان العمل وسهوله الوصول ليه بالنسبه للمواد وبالنسبه للعمال، اثمان المواد، اجور العمال، مهانات المقاول، كل ده بيخش عند القاضي لما يجي يحدد ايه اللي هو السعر المختلف عليه. في عندنا تعديل
ثمن العقد بسبب تعديل الكميات المنفذه. الكميات المنفذه مختلفه عن المقايسه. طيب نحاسب عن نعدل فيها ازاي او نحاسب عليها ازاي؟ قانون بيختلف الحقيقه في حاله اذا كان العقد دوت يعتبر عقد مدني ولا عقد اداري. لان نتكلم علينا اهوت الحاله بتاعتنا اللي حاله العقد المدني، مش بنتكلم على العقد الاداري. فالقانون في الماده 657 حدد ازاي يتم التعامل مع زياده الكميات في عقد المقاوله على اساس الوحده اللي هي اليونت برايس كونتراكت. قانون في الماده ديت قسم الزياده ديت الى نوعين اساسيين، زياده محسوسه وزياده جسيمه. فقال لك لو هي زياده محسوسه طبعا هتلاقي عندك في الكتاب مثلا وهنا كمان محطوط ان هي نسب كده، والنسب دي على فكره يا جماعه مش 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 ضروريه. ده ديت من عندي انا الحقيقه عشان بس تبين لحضرتك اللي ممكن يبقى كجايد شكله ايه. لكن طالما الماده ما حددتش المحسوسه نسبتها قد ايه او الجسيمه نسبتها قد ايه، يبقى معنى ذلك الاطراف لازم يتفقوا عليها. ما اتفقوش يبقى دوت يبقى نقطه خلاف، عرفوا يتفقوا بعد كده كان بيها، ما عرفوش يتفقوا يضطروا يروحوا مين؟ للقاضي مره ثانيه. فهو اتكلم على زياده محسوسه، اذا الاقل من زياده محسوسه تسمى زياده غير محسوسه. واعتبر ان طالما زياده ديت غير محسوسه يبقى اذا معنى ذلك ديت لازمه عشان المشروع دوت يكمل لرب العمل. ففي الحاله ديت يلزم رب العمل بدفع التكلفه عند عمل حساب الايه؟ الختامي، اذا كانت الزياده بتاعته تعتبر زياده غير محسوسه. لكن لو كانت زياده محسوسه يبقى المقاول عليه انه يبلغ رب العمل في الحال فضلا يعني مبينا مقدار الزياده المتوقعه في الثمن شكله ايه؟ والا هيسقط، لو ما بلغوش ما بلغش رب العمل هيسقط حقه في استرداد ما جاوز به قيمه المقايسه من نفقات وليس للمقاول وقف التنفيذ. دي مهمه جدا. يعني مش عشان ان الزياده ديت تبقى زياده محسوسه وقف التنفيذ لغايه لما رب العمل يرد عليه، لا، ده هو يستمر عادي خالص عادي خالص في الشغل، ما يوقفش والا يحتسب عليه تاخير في التنفيذ ويبلغ رب العمل بزياده تبقى شكلها. لو كانت الزياده بقى جسيمه دي ممكن بقى تؤثر الحقيقه على قرار المالك في ان هو يستمر في المشروع او لا يستمر. فقال لك لابد طبعا مره ثانيه المقاول لازم يبلغ رب العمل، ورب العمل لازم يرد بسرعه على حسب المعتاد في المعاملات او حسب الظروف يعني بمعنى صح يعني، بس ما فيش تباطؤ فيها. لو قبل يبقى معنى ذلك رب العمل هيتحمل الزياده في التكلفه حتى ولو كانت جسيمه، لو ما قبلش يبقى معنى ذلك عليه انه يتحلل في الطريقه ديت من العقد مباشره. واذا عند الرفض رب العمل هيتحلل هيبتدي يتحلل من العقد، بناء عليه هيقوم باعطاء المقاول قيمه ما انجزه من اعمال، لكن ما يدروش ما كان يستحقه لو تم العمل اللي بيسميه ما فاته من كسب. المقاول نفذ اعمال معينه يتحاسب عليها طبقا للمقايسه، لكن الاعمال اللي كان هيعملها ديت كان المفروض هيكسب فيها. رب العمل مش مطلوب منه ان هو يعوضه عنها. ليه؟ لان الحقيقه في الحاله ديت الحقيقه المفروض الخساره وقعت على الجانبين، رب العمل مش هيكمل مشروع، وكمان المقاول برضه مش هيكمل هو كمان مشروع، فرب العمل خسر والمقاول كمان هيخسر في الحاله ديت الحقيقه. اذا في حاله الرفض ديت يقوم رب العمل باعطاء المقاول قيمه ما انجزه من اعمال دون ان يعوضه عما فاته من كسب. اوكي؟ عندنا بقى الحاله اللي بعد كده اللي هي ازاي نتعامل مع زياده الكميات في حاله العقد اللي هو بسعر اجمالي، اللمسم كونتراكت ده. الاصل فيها ان هو متفق على سعر اجمالي، يبقى اذا معنى ذلك السعر الاجمالي هو دوت اللي يتم الوفاء به من رب العمل للمالك، وبناء عليه مفيش تغيير اطلاقا في السعر الاجمالي، ده الاصل. يبقى اذا الاصل ان هو لا يمكن الزياده في السعر دوت لا يمكن الزياده في السعر الاجمالي دوت الحقيقه الا في الحالات اللي بينتها الماده 658، وبتقول ان هو يكون رب العمل هو السبب في هذه الزياده. يبقى اذا معنى ذلك كل التعديل او الاضافه راجع الى خطا رب العمل، فطبعا ممكن تبقى خطا في المقايسه نفسها او في الرسومات المقدمه له فيسال عليها رب العمل، لان التصميم دوت بيعتبر مقدم من رب العمل الى المقاول. ان يكون التعديل والاضافه رب العمل نفسه اللي اذن به واتفق معه على تعديل الاجر، وفي الحاله ديت الحقيقه طالما رب العمل هو اللي عدل وهو اللي هيضيف يبقى لازم من اول يتفق معه على تحديد الاجر على هذه الزياده، ولو كان الاتفاق شفاهة يبقى خلاص الاتفاق شفاهة، طبعا هيبقى في مشكله فيه في الاثبات، لكن لو كان كتابة يبقى برضه لازم يتم على تغيير السعر دوت كتابة في ملحق العقد. الحاله الثالثه ان يكون العقد نفسه احتوى على شرط اضافه يسمح بذلك،
يعني بمجرد ان العقد نفسه يكون في شرط بيقول ان هو في حاله زياده في الاسعار او في حاله زياده معينه بطريقه معينه هيتم تغيير السعر الاجمالي، خلاص باذن دوت يعتبر شرط من شروط العقد، هيسري بمجرد تحقق هذا الايه؟ هذا الشرط. اوكي؟ في كل الحالات يمكن الاتفاق زي ما قلنا على زياده في الاجر، والا وجب الرجوع للقاضي لتقديرها. لو كان التنفيذ الالتزام لم يبدا فيجوز للقاضي ان يحكم بزياده السعر الاجمالي او فسخ العقد، ده في حاله الحقيقه اذا كان امكن تطبيق نظريه الظروف الطارئه، والا الحقيقه لكن لو كان التنفيذ ابتدى يبقى معنى ذلك هيفسر على ان المقاول قبل بهذه الزياده دون ان يطالب بتعديل السعر، وبناء عليه لا يتم تعديل السعر. نيجي بقى دلوقتي لاثار عقد مقاوله الانشاءات، ايه الاثار بتاعتها؟ طبعا احنا عارفين اساسا ان عقد مقاوله الانشاءات دوت بين مقاول وبين رب عمل، وبناء عليه هذا العقد هينشئ التزامات على طرفيه، فينشئ التزامات على المقاول وينشئ التزامات على رب العمل. اوكي؟ نتكلم الاول على التزامات المقاول. التزامات المقاول في عقد المقاوله بتتلخص في اولا اول حاجه ان ينجز العمل طبقا للعقد والمواصفات الملحقه به، والتزامه في الحاله دي يعتبر التزام بنتيجه، ولو في حاله مفيش مواصفات يبقى الالتزام بتاعه بما يؤدي الغرض من هذا البناء. الحاجه الثانيه المحافظه على سلامه المواد والاشياء المسلمه اليه في الموقع. ممكن قوي يكون من العقد دوت عقد المقاوله هناك التزامات على رب العمل انه يورد للمقاول مواد معينه علشان المقاول يستخدمها في التنفيذ. في الحاله دي اول ما توصل الموقع يبقى المقاول هو المسؤول عن سلامه هذه المواد اللي يسلمها له رب العمل. الحاجه الثالثه انه لو ثبت اثناء سير العمل ان المقاول بيقوم بيه على وجه معيب او منافي العقد، هيجوز بقى لرب العمل انه يتدخل عشان ينذره بانه يعدل من طريقه التنفيذ اللي هي الخاطئه ديت خلال مده معينه بيعينها له. طبعا في الغالب الحقيقه رب العمل بيلجا الى الاستشاري باعتباره هو الخبير في الموضوع دوت او المهندس المشرف، ويساله بالظبط يعني ايه اللي ممكن عمله في الحاله ديت الحقيقه، وبناء عليه بيوجه هو رب العمل لان هو دوت طرف العقد مع المقاول، يوجه لرب العمل انذار بانه يعدل من هذه الطريقه بتاعته. ويحدد له مده معينه. لو انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقه الصحيحه، هيجوز بقى لرب العمل انه يطالب اما انه يفسخ العقد اذا كان الاصلاح في الطريقه طبعا من عيب مستحيل، يعني مثلا المقاول اساسا وقع المبنى على الارض غلط، اذا مع ذلك لا يمكن التصحيح، في الحاله دي يتم فسخ العقد ورب العمل يطالب بتعويض. لكن ان هو ممكن يبقى العيب اللي حصل دوت من المقاول يمكن تصحيحه، اذا معنى ذلك في الحاله ديت ممكن لرب العمل ان هو يجيب مقاول اخر يكمل الاعمال ديت وياخد يخصمها من المقاول الاول. طبعا دي حاجه خطيره الحقيقه بالنسبه للمقاول في الموقع، ان بيعتبر ان هو لا يخش مقاول يخش عليه دوت هيحط الاسعار زي ما هو عايزها، ورب العمل مش هتفرق وياه طالما ان هو هيحمل الاحمال دي على مين؟ على المقاول الاولاني. اذا لو هو كان ممكن التصحيح يبقى اذا ممكن رب العمل يعهد هذا العمل الى مقاول اخر عشان ينجز الاعمال، وفي الاخر يحملها لمين؟ للمقاول الاصل. الالتزام الرابع على المقاول ان هو يسلم العمل لمين؟ يسلم العمل لرب العمل. يسلم العمل لرب العمل دوت ممكن يكون صراحه او ضلا. اولا التسليم معناه ايه؟ ان رب المقاول خلاص خلص الاعمال اللي اتفق عليها، وبناء عليه هذا المبنى هيبتدي ينتقل لمين؟ للمالك. الاصل في التسليم انه يتم صراحه بمقتضى محضر السلام، يعني يجي المقاول والمالك يحضروا او المندوبين بتوعهم على حسب بقى الاتفاق بينهم، ويحضروا ويبتدوا يتجولوا في الموقع، خلاص كل حاجه سليمه يعملوا محضر السلام. يبقى في الحاله ديت المقاول خلص الشغل بتاعه يسلم المشروع دوت لمين؟ للمالك. لو المالك بقى تخلف على السلام مش عايز يجي، اذا في الحاله ديت المقاول هيبقى متضرر، لان هو زي ما نشوف مع نتائج التسليم دلوقتي ان مع التسليم دوت بيصبح هناك حقوق للمقاول على رب العمل، فلو حصل التسليم يبقى المقاول مستحق لهذا الايه؟ لهذه الحقوق اللي هي من ضمنها نشوف بعد كده اللي هي الايه؟ اللي هي الفلوس اللي هي كانت متاخده بتتقسم من كل مستخلص. فلو تخلف المالك عن الاستلام هنا في الحاله ديت يبقى يعتبر المقاول متضرر، له ان هو بقى ان هو يلجا الحكم قضائي، بيعمل محضر في الاسم وبعدين يلجا يرفع دعوه قضائيه عشان باعتبار العمل دوت سلم عشان رب العمل ممتنع عن الحضور.
وطبعا لازم يبلغ رعب العمل ويعذره قضائيا قبل ما ايه قبل ما يرجع للقضاء. المقاول تسليم المقاول رب العمل يكون بوضع العمل تحت تصرف رب العمل، وطبعا ما اعلانه بذلك ان هو خلاص حط خلص المبنى والمبنى تحت تصرفك، بحيث ان رب العمل يستطيع ان ينتفع به دون عائق، ولا يشترط لتمامه ان يضع رب العمل يده فعلا عليه. يعني لو سلم، معنى ذلك رب العمل لازم يدخل المبنى ويبتدي بقى يشغل المبنى بتاعه؟ لا، لسه شرط. المحضر دوت بيقول ان رب العمل خلاص هو حط ايده على المشروع، خلاص اذا هو يعتبر فعلا حط ايده على المشروع وسلم المقاول رب العمل الايه العمل. اعتبر العمل قد سلم الى رب العمل في حاله امتناع الاخير دون سبب مشروع تسلم العمل، رغم دعوتي الى ذلك بانذار رسمي. اذا لو هو بلغه بانذار رسمي وهو امتنع المالك ان هو يجي، اذا دوت يعتبر قد سلم بهذا الانذار الرسمي. طبعا لو كان رفع دعوه في المحكمه وخد حكم يبقى خلاص في الغالب هيعتبر ايه دوت سلم. التسليم الضمني هو مساله واقع بقى، اذا ممكن يحصل فعلا تسليم ضمني. يعني ايه؟ مثلا انا المقاول وحضرتك انت المالك، وبعدين دعيت حضرتك عشان تيجي تسلم، ما جيتش تسلم، بس اللي حصل بالظبط الحقيقه عشان حضرتك عرفت ان خلصت المشروع، ابتديت تخش انت المبنى وتبتدي بقى تشتغل فيه عشان التجهيزات بتاعته، سواء كان مصنع او كان مبنى. يبقى معنى ذلك حضرتك بطريقه تعتبر استلمت المبنى. ده يسمى التسليم الضمني. التسليم الضمني دوت مساله واقع، هيخلي بقى القاضي هو اللي له مطلق الحريه في تقدير هذا الواقع، والقاضي دوت اللي يعتبر قاضي ايه؟ يعتبر قاضي الموضوع. اوكي؟ التسليم بينقسم الى نوعين، تسليم ابتدائي وتسليم نهائي. التسليم الابتدائي بيعني اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه صغيرين، اللي هو ان المقاول خلص الاعمال بتاعته وابتدى يتسلمها لمين؟ لرب العمل عشان يستخدمه في الاوراق بتاعته. ايه بقى نتائج التسليم الابتدائي دوت؟ اولا هينتقل المبنى دوت الى المالك. اثناء ما المبنى دوت بيبنى بيعتبر المقاول هو حارس المبنى، فهو مسؤول عن هلاك المبنى او اي حاجه تحصل فيه. لما ينتقل للمالك تنتقل تبعه الهلاك ديت الى مين؟ الى المالك مش المبنى. هيبدا معاها فتره ضمان الاعمال اللي هي بتسميها ساعات فتره ضمان الصنعه يعني، ودي في الغالب بتبقى سنه واحده الا لو اتفق الاطراف على خلاف ذلك. المقاول في خلال هذه المده بيكون مسؤول ويجب اللي بتظهر بالاعمال، حتى ولو كان محضر التسليم الابتدائي ما فيش في حاجه. يعني حضرنا في التسليم الابتدائي وبعدين انا كمقاول وحضرتك كمالك ما كتبتش اي ملحوظات اطلاقا في التسليم. لو حصل اي حاجه برضه في الفتره دي اللي هي السنه دي، برضه انا المسؤول برغم ان ما كتبش اي حاجه فين؟ في المحضر بتاع التسليم الابتدائي. طبعا طبيعة الحال لو كان كتب حاجه في المحضر ان برضه انا مسؤول عنها، لكن بنتكلم على الحاله اللي هي الاكستريم ان المحضر نفسه ما كانش فيه حاجه مكتوبه، بناء عليه هل يعتبر في الحاله ديت المقاول مسؤول ولا مش مسؤول لو ظهر حاجه بعد كده؟ اه يعتبر مسؤول في الحاله ديت عن الصنعه. اوكي؟ في عندنا بعد كده بقى حاجه اسمها التسليم النهائي. التسليم النهائي ده يعني بقى استلام الاعمال المنفذه بعد انقطاع فتره الضمان اللي ضمان الصنعه اللي هي السنه الواحده. هنيجي بقى بعد كده في الاخر بعد السنه ديت ما انتهت، انا كمقاول هقول لحضرتك تعالى اتفضل بقى خلاص السنه انتهت وكل اللي كان ظاهر فيه او كل العيوب اللي ظهرت فيها خلال السنه ديت انا عملتها بالكامل، تعالى عشان نعمل محضر التسليم النهائي. اول ما يحصل التسليم النهائي بقى يبقى المقاول تحلل من واجب الصيانه، هو كان اساسا عليه ان هو يصون المبنى دوت من اي عيوب هتظهر فيه او اضرار تنشا منه خلال فتره السنه. اول ما يبقى في تسليم نهائي يبقى اذا تحلل المقاول من واجب الصيانه اللي كانت عليه بين التسليم الابتدائي وبين التسليم النهائي. اوكي؟ في عيوب ظاهره كانت في المبنى. المقاول لف هو ورب العمل في الموقع لها، ورب العمل شاف العيوب الظاهره دي ولم يلقي لها بالا، او معنى صح لم يشترط في محضر التسليم النهائي ان المقاول يحصل له هذه العيوب. في الحاله دي تعتبر ان رب العمل قبل بهذه العيوب. اذا مش هقدر اسال المقاول بعدها. لو في حاجه مكتوبه في المحضر النهائي التسليم النهائي يبقى المقاول هيعملها، مفيش حاجه مكتوبه يبقى معنى ذلك رب العمل قبل الايه العمل زي ما شافوه. في الحاله دي بقى يستحق المقاول جميع مستحقاته وحقه كمان في استرداد التامين اللي هو كان في الغالب يستقطع من كل مستخلص من المستخلصات لغايه المستخلص النهائي. التسليم النهائي بقى في الحاله دي الحقيقه ما يلغيش فتره الضمان العشر اللي نتكلم عليها دلوقتي اللي هو الضمان الخاص، لان دوت بيبدا من 10 سنوات من التسليم الابتدائي وليس من التسليم النهائي. يبقى اذا الضمان العام بقى الضمان العام اللي هو احنا اتكلمنا عنه شويه صغيرين بيعني ضمان المقاول للاعمال المنفذه. في عندنا ضمان عام وضمان خاص. الضمان العام بيعني ضمان الاعمال المقاول للاعمال المنفذه مسؤوليته عن هلاك الشيء او الاضرار اللي بتقع من جراء فساد الاعمال.
مده الضمان ديت سنه واحده زي ما قلنا من شويه صغيرين، بتبدا من التسليم الابتدائي، الا لو اتفقوا على ان هذا الضمان لمده سنتين او اتفقوا على الضمان لمده ست اشهر، اذا معنى ذلك الفتره دي هتبقى بحسب اتفاق الاطراف عليها. تعتبر فتره الضمان فتره اختبار صلاحيه الاعمال في فسحه الوقت قبل انتقال ملكيتها نهائيا الى مين؟ الى المالك، ومسؤوليته بعد ذلك على ايه؟ على هلاك المبنى. لا يغطي ضمان مسؤوليته على استعمال المبنى. الضمان العام دوت لا يغطي ضمان المقاول للتلف اللي بيرجع الى رب العمل او القوه القاهره، يعني بمعنى صح لو رب العمل ادى الى في الفتره بتاع الضمان العام دي ادى الى تضرر المبنى وجه يطالب رب المقاول، والمقاول اثبت ان رب الخد دوت كان خطا رب العمل او كان بقوه القاهره عنه، اذا في الحاله ديت الحقيقه المقاول لا يضمن هذه الايه؟ هذه الاعمال او هذه العيوب يعني. الضمان الخاص بقى بيقصد فيه الضمان المعماري المهندس والمقاول، ودي بتبدا مده 10 سنوات من تسليم الابتدائي زي ما قلنا من شويه. يختص الضمان المعماري باي تهدم جزئي او كلي او عيوب تهدد سلامه المبنى من منشات الايه الثابته. خلاص؟ اذا معنى ذلك الضمان دوت معناها المقاول والمهندس، وهنشوف بعد كده مقاول المهندس والمقاول بيضمنوا اي عيب يحصل في المبنى، سواء كان العيب دوت تهدم كلي او كان تهدما جزئيا او كان عيوبا تهدد سلامه ومتانه المبنى. زي مثلا عندنا في الهندسه الانشائيه الترت بتاع المبنى، الميل بتاع المبنى يعتبر هدد سلامه المبنى، الهبوط النسبي للمبنى هدد سلامه المبنى، كويس، العيوب اللي هي في الحديد اللي بتؤدي للتشرخ وعيوب شديده في المبنى كراكنج بالنسبه للعناصر الانشائيه المهمه، ده يعتبر يهدد سلامه ومتانه المبنى. رب العمل له ان هو يطالب المهندس المقاول بالضمان ان هم يصلحوا هذه الاعمال. اذا المالك يعود على المقاول المهندس او الكلهمه بكامل التعويض، وبتسقط دعوه الضمان بقضاء 3 سنوات من وقت حصول التهدم او اكتشاف العيب. يعني ايه بقى الجمله الاخيره دي؟ يعني بمعنى اصح لو حصل عيب في المبنى، لو حصل عيب في المبنى في الضمان الخاص اللي بنتكلم عليه اللي هو تهدم كلي او جزئي او عيب تهدد سلامته ومتانته، لرب العمل ان يطلب من المقاول ان هو يصلح. لو المقاول ما صلحش ما رضاش يصلح يرفع عليه دعوه. عشان يرفع دعوه بقى لازم يكون الدعوه دي اللي ارفعها خلال 3 سنوات من حصول التهدم واكتشاف العيب، مش من وقت علم رب العمل بالعيب او شافه، لا، من وقت ظهور التهدم نفسه، حصول التهدم او حصول العيب نفسه ظهر، حتى ولو كان رب العمل مش موجود هتنقضي المده ديت، حتى لو كان رب العمل ما شافهاش، طالما المقاول ان هو المقاول يستطيع ان يثبت ان هذا العيب كان من فتره زمنيه طويله. ايه بقى الجزاءات اللي ممكن توقع على المقاول عند اخلاله بالتزامه؟ اولا التعويض. رب العمل هيطالبه بتعويض. رب العمل هيستكمل الاعمال ديت على حساب المقاول طالما ان المقاول اخفق في تنفيذ التزاماته. حاجة التالتة ان هو يتم فسخ العقد باحد طريقتين بقى. ممكن او رب العمل يطالب بفسخ العقد، يا اما بالاتفاق لو كان هناك شرط في العقد بيقول ان هو والله يتم هذا الفسخ، هذا العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه اذا حدث كذا او كذا او كذا، او القضاء معناها ان رب العمل يلجا مين؟ يروح للقضاء ويرفع دعوه بايه؟ بفسخ العقد. هناك برضه التزامات على الطرف الاخر، التزامات رب العمل. تلخص هذه الالتزامات بتاعت رب العمل في الاتي: التزام اولا بتمكين المقاول من الموقع ويتحقق ذلك فيما يلي، يعني رب العمل ملزم بانه يمكن المقاول من الموقع، ما يكتبش ما مش وقع وبعدين يبتدي يحسب وبعدين ما نفذش التزاماته اذا كان هو ما وفرلوش كل حاجه لازمه عشان يتمكن المقاول ان هو يشتغل في الموقع، من ضمنها مثلا تراخيص البناء، دي اساسا مهمه رب العمل وليست مهمه المقاول. الحاجة الثانية يرخص له المرافق لو كان مثلا محتاج مصدر مية، محتاج مصدر كهرباء، محتاج اساسا يبقى ياخد تصريح من المرور عشان الخلاطات اللي هي هتبقى الريدي ميكس ديت هتعدي او هتمشي في الشوارع في الاوقات اللي هي ممنوع انها تمشي فيه. اذا هو عليه اللي هو يجيب الترخيص ديت، انه يورد المواد المكلف بها في العقد زي ما قلنا من شوية صغيرين، لو كان المالك مسؤول عن توريد حديد اسمنت طبقا للعقد يبقى ذلك ورد الكلام دوت. واول طبعا زي ما قلنا من شويه صغيرين اول ما توصل الموقع يعتبر المقاول مسؤول عنها. وبعدين تسليم الموقع دوت لازم يكون تسليم مستمر وثابت وظاهر، مش يسلمه النهارده ويطلع مثلا في قضيه على الموقع دوت او في نزاع بين الورثه على هذا الموقع،
في الحاله دي يبقى التسليم دوت في مشكله ولم يتم. حاجه بقى الالتزام الاخير، ترك المقاول ينجز اعماله، يعني مش كل شويه يروح للموقع ويحط عقبات قدامه عشان ما ينفذش الموقع. في الحاله ديت الحقيقه يعتبر المقاول اقل رب العمل اقل بالتزام، وفي نفس الوقت ما يسحبش منه العمل اللي هو عهد عليه به الا لسائر المشروع. ولو اخفى رب العمل عن المقاول امرا من شانه ان يجعل العمل اكثر صعوبه كان مسؤولا عن ذلك. يعني معنى صح، لو رب العمل اخفى حاجه معينه هتؤدي الى ارهاق المقاول في تنفيذ التزامه او هيجعله مستحيلا، يبقى في الحاله ديت رب العمل هو المسؤول. الالتزام الثاني اللي هو التزام بتسلم الاعمال اللي نفذها المقاول، اللي اتكلمنا عليها شويه صغيرين، تسليم ابتدائي ومتقل الشروط. يبقى اذا رب العمل ملزم بان هو يتسلم الاعمال اللي هي مطابقه للشروط، يترتب على ذلك طبعا انتقال ملكيه الشيء المصنوع الى صاحب العمل، اللي هي تسليم ابتدائي اللي قلنا شويه صغيرين، براءه ذمه المقاول وعيوب الظاهره، استحقاق المقاول للاجر. التزام الاخير بقى اللي هو التزام بدفع الاجر للمقاول، وده طبعا بيشمل الاجر والمتفق عليه في العقد يعني، وفوائد التاخير لو كان هناك فوائد التاخير. كويس؟ طيب لو رب العمل بقى اخفق في التزاماتي، معلش بقول قبلها بس حاجه واحده، ان اول ما رب ما المقاول يتم العمل وضعه تحت تصرف رب العمل، الماده 605 قرنتين بتقول ان هو وجب على رب العمل ان يبادر الى تسلمه في اقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات، فاذا امتنع دون سبب مشروع عن التسليم رغم دعوتي الى ذلك بإذن رسمي اعتبر ان العمل قد سلم اليه. اذا معنى ذلك فراخ الى رب العمل في ان هو يتسلم المشروع، لانه مش عايز يدفع فلوس المقاول اللي هي متبقيه عليه دلوقتي الحقيقه لسبب او لاخر، طالما ان هو رب المقاول قال له وهو وضع المبنى تحت تصرفه على هذا رب العمل هذا ان هو يبادر بايه باستلام الموقع. لو ما استلموش ورب والمقاول وجه له انذار رسمي، هيعتبر من تاريخ هذا الانذار الرسمي يعتبر رب العمل قد تسلم ايه؟ قد تسلم المشروع. ايه بقى الجزاءات اللي ممكن توقع على رب العمل لو اخل بالتزاماته؟ لو هو ما سلمش الموقع للمقاول ممكن اول مقاول يرفع دعوه ويطالب بالتنفيذ العيني، يعني لازم رب العمل يسلمه الموقع. لو ما نفعش بقى ايه معنى ذلك؟ يطلب منه تعويض او يطالب بفسخ العقد. في حاله ان رب العمل ما تسلمش الموقع بيعذر المقاول المالك ويتبعه بعد ذلك بدعوه قضائيه للتسليم. في حاله عدم دفع الاجر يلزم القاضي المالك في حالة عدم دفع الأجر يلزم القاضي يلزم المالك بالتسديد بالإضافة لفوائد التأخير من طريق رفع الدعوة القضائية. وهنا بس حضرتك تاخد بالك من حاجة، إن هو لما يبقى العقد مدني يبقى معنى ذلك فوائد التأخير بتحسب من تاريخ رفع الدعوة، لكن في العقد الإداري بتحسب من تاريخ استحقاق المبلغ. يعني أنا كجهة حكومية وأنت حضرتك كمالك، أنت طلبت مني أدفع لك الفلوس، ما دفعتش الفلوس وبناء عليه قعدت تصبر عليها شوية وبعدين بعد كده رفعت دعوة قضائية، من تاريخ استحقاق المبلغ تحسب الفوائد التأخير. لكن لو أنا شخص عادي وحضرتك شخص عادي، يبقى إذا معنى ذلك من تاريخ رفعك للدعوة القضائية يبتدي يتحسب فوائد التأخير عليه. طب امتى بقى ينقضي عقد المقاولة؟ طبعا عقد المقاولة ليه كذا حالة الحقيقة ينقضي بيها، لكن طبعا أول حاجة واضحة جدا إن احنا اللي هي النهاية الطبيعية لعقد المقاولة اللي هي إيه؟ كل واحد ينفذ التزاماته بالكامل. المقاول ينفذ كل التزاماته، رب العمل ينفذ كل التزاماته، وبناء عليه في الحالة دي الحقيقة يبقى العقد انتهى بتنفيذ الالتزامات المتعاقد عليه. الحالة الثانية ان ممكن او تنقضي المدة المحددة للعقد، زي مثلا عقود الصيانة، هي برضه عقود المقاولة. كويس؟ عقد السنة دوت طالما له مدة محددة ينقضي بعد المدة ديت، إلا لو كان منصوص في العقد انه يتم تلقائيا او موافقة الأطراف أو على حسب الحالة. الحالة الثالثة اتفاق الأطراف على نهاية العقد. اثنين الطرفين المقاول ورب العمل هتفقوا بقى خلاص هننهي العقد ده، بالرغم ان العقد لسه ما خلصش. الأعمال نفسها لسه ما خلصتش. بس هما الاثنين زينهم من بعض الحقيقه، وبناء عليها يتصافوا بان هو كل واحد خلاص اللي نفذ حاجه خلاص هياخدها، ومحدش منهم هيطالب الاخر بتعويض. ده بنسميه التقايل، اللي هو انهاء العقد باراده الطرفين. او ممكن ان هو واحد عايز ينهي العقد والثاني يتمسك به،
لو واحد يتمسك به يبقى اذا في الحاله ديت اللي عايز ينهي العقد دوت يرفع دعوه قضائيه عشان يطالب بفسخ العقد. الحاله الرابعه ان هو يبقى في استحاله لتنفيذ العمل المتفق عليه. يعني لو في استحاله للتنفيذ خلاص بيتلغي الالتزام مباشره. مثال مثلا انت المقاول حضرتك وانا المالك اتفقت وياك على العقد على حاجه معينه وبناء عليه لما جيت تنفذ طلع قرار من السلطات المختصه لاقطاع جزء من الارض للمنفعه العامه، اذا ما تقدرش تنفذ كل المشروع اللي هو متفق عليه يبقى في استحاله في الحاله دي، في الحاله دي ينقضي بيه العقد. ممكن ينقضي بهلاك الشيء بسبب حادث مفاجئ. ينقضي بهلاك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه. العقد نفسه قبل ما سلمه الشيء نفسه هلك، المبنى كله وقع. وبناء عليه الحقيقه خلاص مفيش مشكله اطلاق، يبقى معنى ذلك خلاص انتهى، يبقى معنى ذلك عقد المقاوله انتهى. طبعا دي بتبان في حاجات كثيره، مثلا زي مثلا واحد هيورد حاجه لواحد كويس او يعمل له حاجه معينه قبل ما يسلمها له مباشره هلك الشيء. خلاص يبقى في الحاله ديت الحقيقه يبقى انقضى عقد المقاوله بالكامل. الحالة السادسة اللي هي موت المقاول، وده إذا كانت مهلاته الشخصية محل اعتبار في العقد، يعني العقد دوت فيه اعتبار شخصي للمقاول. كويس؟ لو كان للشخص المقاول له اعتبار شخصي فيها لأن هو رب العمل اتفق وياه هو شخصيًا على هذا الموضوع لأن فيه مؤهلات شخصية وكان عايزها فيه، في الحالة ديت لو توفي المقاول انتهى العقد بإيه؟ بموت المقاول. لكن الأصل فيه أنه لا يجوز فسخ العقد الا اذا لم تتوافر في ورثه المقاول الضمانات الكافيه لحسن تنفيذ الاعمال. يعني مفيش التزام، مفيش اعتبار عقدي، اعتبار شخصي للمقاول في العقد لا ينتهي بموت المقاول، الا لو الورثه بتوع المقاول دوت، لان العقد يا جماعه هيورث اثاره للورثه، تنتقل اثار العقد دوت للورثه. فاذا كان المقاول الورثه بتوعه الحقيقه ما عندهمش القدره على تنفيذ هذه الاعمال اللي كان متفق عليهم المورث، متفق عليها المورث بتاعهم، في الحاله دي ينقضي الايه؟ العقد بموت المقاول. قال لك برضه تعتبر كمان حاله مماثله ان هو لو بدا المقاول تنفيذ الاعمال وبعدين اصبح عاجزا عن اتمامه بسبب اللي ادى له فيه، اصيب بشلل كامل وبناء عليه اصبح عاجزا عن تنفيذ التزامه، في الحاله دي برضه يعتبر زي حاله ايه؟ زي حاله موت المقاول. في عندنا بقى الحاله الاخيره الحقيقه اللي هي حالة انهاء العقد بالإرادة المنفردة لرب العمل. وعشان أقول الحقيقة الإرادة المنفردة لرب العمل يبقى إذا لازم يتوفر الشروط الآتية. أولاً عدم إتمام الاتفاق طبعاً، عدم إتمام الأعمال، وإلا لو كانت الأعمال تمت خلاص العقد انتهى بنهاية طبيعية. الحالة الثانية اللي بيتحمل هو رب العمل وليس المقاول. رب العمل بيتحلل بإرادتي بمشيئتي. المقاول لم يخطئ إطلاق. يعني بمعنى صح التحلل ليس مسائل خطأ المقاول. بناء عليه لو يطالب رب العمل بتقديم اسباب، هو مش عايز يكمل المشروع خلاص، هو المشروع بتاعه مش عايز يكمله، اذا هو عايز يتحلل من هذا العقد بإرادته المنفرده، ورب العمل والمقاول نفسه ما عملش اي خطا. ولا يطالب رب العمل بتقديم اسباب لتحلله من المقاول، ويكفي فقط محض ارادته. الحاجه الرابعه لا يشترط في العقد عدم جواز تحلل رب العمل من العقد. يعني لو كان مكتوب في العقد أنه ليس لرب العمل أن يتحلل من هذا العقد بإرادات منفردة، إذا دوت يعتبر اشتراط، واشتراط وافق عليه الأطراف. إذا في الحالة دي ما ينفعش إطلاقا رب العمل يتحلل من إيه؟ من العقد بإرادته المنفردة، اللي يوجد بالعقد شرط يمنع إيه؟ يمنع رب العمل، يمنع رب العمل من التحلل. أوكي؟ يبقى الجزاء بتاع انقضاء المقاوله باراده منفرده رب العمل دون خطا من الاول، المقاول لم يخطئ، رب العمل عايز ينهي المشروع، كويس؟ يبقى اذا في الحاله ديت المقاول يستحق تعويض كامل، التعويض الكامل اللي هو كل ما انجزه من اعمال، كل ما انفقه مصروفات، كل ما كان يستطيع ان يربحه لو انه اتم العمل. يعني بمعنى صح هنا بقى هنشوف بالظبط ايه الجزء اللي كان متبقي في الاعمال عشان يتنفذ طبقا للعقد، ونشوف الارباح بتاعتها شكلها ايه، ونديها لمين؟ نديها ل المقاول. الطرق الشائعه بقى نيجي بقى بعد كده للطرق الشائعه في عقد المقاوله. الطرق الشائعه هنتكلم على خمس طرق دلوقتي. طريقه المقاول العام، ودي قلناها ان هو المقاول العام دوت هو اللي هيعمل كل حاجه، وبناء عليه الحقيقه هو اللي هيجيب كمان هينفذ المشروع دوت بنفسه. كويس؟
في الحاله ديت هيقوم ان هو يجيب ايه، يجيب مقاولين من الباطن او ما يجيبش مقاولين من الباطن، او في الاخر هو المسؤول. او ان ممكن رب العمل يجزئ المقاولة، يعني هيجيب بدل ما يتفق مع مقاول واحد، المقاول دوت يكمل كل حاجه، سواء عن طريق هو شخصيا، او انه يجيب مقاولين من الباطن يرتبط معاهم بعقود مقاوله الباطن ولا لا. الحاجه الثانيه ان هو رب العمل نفسه يجزئ الاعمال نفسها، يعني عنده اعمال اساسات وعنده حفر يعني او جيوتكنيكال، وعنده احمال للخرسانه، وعنده اعمال للخرسانه، اعمال للتشطيبات، اعمال للاي تي. يبقى معنى ذلك هو رب العمل هو اللي اتفق مع مقاولين مختلفين عشان يعملوا ايه الاعمال دي. الطريقه الثالثه المشهوره بقى، دي الطريقتين اللي جايين دولت الحقيقه بيستخدموا في الانفراستراكشر اللي هي الاعمال الكبيره، في الغالب طبعا بتبقى تبع الحكومه في الحاله زي ديت الحقيقه. هنا بقى يتكون بيبقى عن طريق اول حاجه طريق التحالف المؤقت الكونسورتيوم، وده بيتكون عند اتفاق مجموعه متخصصين على تنفيذ العمل متضامنه. متضامن زي ما قبل كده معناها ان رب العمل اذا اصيب بضرر يستطيع ان يطالب بالتعويض كاملا من اي من المتضامنين. اوكي، طريقه التحالف المؤقت ديت، في الطريقه ديت الحقيقه الشركات اللي بتنشئ الكونسورتيوم يبقى غرضها طبعا زياده الثقه عند رب العمل، يمثلوا تجمع الشركات من تنوع وخبره تقنيه عاليه بامل الحصول على العقد. لا ينشأ عن هذا العقد بتاعت الاطراف شخصيه اعتباريه، هو ما راحوش عملوا شركه وبناء عليه خدت صفه الشخصيه الاعتباريه، لا ده هم اتفقوا بس مع رب العمل. وبناء عليه هم كلهم راحوا اتفقوا مع رب العمل، والمجموعه تختار واحد عشان يمثلها قدام الايه المقاول. في الحاله ديت الحقيقه كل تخصص، كل متخصص يستقل تماما بتخصصه، يعمل كل حاجه فيه. وطبعا بالطريقه دي طالما هو المسؤول عن تخصصه ما يسالش اي واحد من اللي هم المتحالفين معاه عن اي ايه؟ عن اي مكسب او خساره اطلاقا، هيستقل هو بالمكسب والخساره في مجال تخصصه. رب العمل بقى طالما هم كلهم متضامنين في العقد دوت، يبقى رب العمل له الحق، له الرجوع، الحق الرجوع على اي منهم جميع الالتزامات، وبيوقع الجميع على ايه؟ هذا العقد. طبعا الطريقه ديت الحقيقه بتعطي ضمان اكبر للمقاول للمالك، وكمان حريه اوسع للمقاولين ان هم اذا كل واحد يدور او يدوروا كلهم على ايه؟ على من سيتعاون معهم وفي محل ثقه بينهم. وطبعا بتضمن لرب العمل ايه؟ ان هو المشروع دوت الحقيقه يتنفذ باعلى قدرات، لان هيبقى فيه متنوع متخصصين متنوعين فيه. النوع الرابع اللي هو المشروع المشترك او بنسميه جوينت فينشر او المخاطره المشتركه يعني. في الحاله ديت الحقيقه العلاقه بين المقاولين بتبقى اقرب الى كونها شركه واحده، تصنف برضه بانها شركه واقع وليست شركه اعتباريه، لانها لم تسجل كشركه اعتباريه. وده بيعتبر وسيله مثلا من الوسائل الشائعه لدخول السوق الاجنبيه، ان مجموعه تجمع مع بعضها كده ويقولوا تعالوا نعمل مخاطره مع بعض، نخاطر كلنا مع بعض ونعمل مشروع معين. اوكي، فيصبح المشروع دوت اسم واحد، مدير واحد، حساب واحد في البنك، شاره واحده، وبضمهم جميعا عقد مقاوله مع المالك. المشروع المشترك بيقوم على اساس الثقه المتبادله بين اطرافه، بترتب على ذلك من اثار قانونيه، لان برضه زي ما قلنا ان هو اللي هيخش مع مخاطره واحده في الغالب بيكونوا متفاهمين مع بعض ان احنا كلنا هنشيل المخاطره ديت. اذا في الحاله ديت الحقيقه طالما هي مخاطره واحده يشترك اطراف المشروع المشترك في المكسب والخساره كل بنسبته. في الحاله برضه ديت دي رب العمل هيحصل في ايه؟ طالما متضامنين رب العمل له حق الرجوع عليهم كلهم مجتمعين او منفردين. تمام؟ اوكي، كده نكون خلصنا المحاضره السادسه. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.